العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حلقة جديدة من برنامج صباحنا مصري تحت عنوان تداووا عباد الله. رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يقول: تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء. ويقول في لفظ آخر صلى الله وسلم وبارك عليه: ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. هذا الحديث فيه معان، منها أن الأخذ بالدواء لا ينافي التوكل. يقول ابن رجب رحمه الله: التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالسبب. والناظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجده صلى الله عليه وسلم مع كمال إيمانه لم يترك السبب. لذلك قال الأئمة: من أعرض عن السبب فقد أعرض عن السنة، ومن أعرض عن التوكل فقد أعرض عن الإيمان. فهما جناح طائر: أن تتوكل على الله بقلبك وتعلم أنه الفاعل، ومع ذلك أن تأخذ وأن تبذل الوسع في الأخذ بهذا السبب. لو أخذنا هذا في التداوي، صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا. هذا أمر يخرج على الاستحباب إذا كان الدواء مضمون النفع، ويخرج على الوجوب إذا كان الدواء مقطوع النفع أو ترتب على ترك الدواء الضرر، كترك حسم الجرح. فالجرح إذا ترك ولم يحسم أفضى لنزيف دم الإنسان ومات. فعلم من ذلك أن حسمه والأخذ عليه جيدا واجب وليس مستحب. كذلك في حال العدوى وانتشار الأوبئة، الأخذ بالعلاج واجب وليس مستحب، لما علم من ترك الأخذ بالدواء والأخذ بالسبب من استفحال الداء وهلاك العباد. صلى الله عليه وسلم يشير في هذا الحديث أيضا إلى أن الله أنزل الداء ثم أنزل معه الدواء، فدعوى أن هناك داء ليس له علاج وليس له دواء هي فقط كما قال صلى الله عليه وسلم: علمه من علمه وجهله من جهله. فالدعوى كأن رسول الله يقول: ابحثوا وخذوا بالسبب ونقبوا. فالداء نزل ونزل معه الدواء والشفاء، ينقصنا أن نصيبه لا أن نجده من العدم، هو موجود، لكن ينقصنا أن نأخذ بالسبب وأن نأخذ بالبحث العلمي وأن نصل لما أودعه ربنا جل وعلا من شفاء لهذه البشرية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.